مهم ان الان على مسؤول الزمالك وطبعا قياده الكابتن حسين لبيب انه يطمئن جمهور الزمالك ان جمهور غضبان بس جدا. بقول لك عصام انا حاسس وانت ممكن تاكد كلامي حسين لبيب هيتصرف. ما هو قال كده انا واثق في كده. ما تمام ليس امامه الا هذا، اولا هو وعد بذلك والرجل ضمن يعني الرولز او ضمن زي ما انت قلت سي فيه انه ليس بالرجل المكروه لدى الشارع ولا اللي عنده معاملات مع الشارع فيها نوع من اللف والدوران بالبلد يعني، وبالتالي عليه بس الان انه يخرج بمشروع يعني يقول للناس ابحث الان عن رعاه، سيكون هناك صندوق لان الجمهور لو فريق عملك تابع لك هتلاقي الجمهور عمال يقول له انت قلت لنا انا داخل احل، انت قلت لنا في صندوق تمويل من الناس، لان الزمالك كمان عنده 5 قروض يا استاذ خالد شهريا بيدفع اما الفايده او جزء من القسط يعني. اي مؤسسه يا استاذ عصام ممكن يبقى عندها يعني نتيجه مرحله معينه عندها بعض العواقب، لكن يعني انا واثق ان شاء الله انه الروح الايجابيه اللي موجوده في مجلس اداره النهارده هتساهم في حل كل هذه المشكلات بشكل تدريجي. اللي يكمله ان الرجل يجد معونه من حوله في الخروج للجمهور بوضوح شديد عبر اي منفذ يعجبه، ويؤكد اللي حضرتك بتقوله انه نحن في الطريق للعمل، لا زال لدينا 3 شهور على الاقل، بعدها يمكن ان تروا زمالك جديد، لا زلنا في البدايه من وجهه نظر يعني، واحنا شلنا الشيله زي ما هي كده، ده تمام. اللي حاصل دلوقتي. تمام، استاذ عصام بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.